أصدقائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين لكم حلقة جديدة طبعا من برنامجكم وبرنامج المفضل، برنامج تحليل النغمات مع عمك البات أحمد ناد، أنا البات عادي، مع طبعا موقع في الفن، الموقع الفني الكبير والعظيم. وحلقة طبعا قيمة وقامة، ولنفرض كده إن في شاب جميل اتهفف عقله لمؤاخذة وقرر إنه يعمل أغنية. يبدأ منين؟ يعني أنت لو عايز تعمل أغنية تبدأ منين؟ ده بقى اللي إحنا هنعرفه في حلقتنا اليوم بإذن الله. مراحل الأغنية بتنقسم لكلمات، لحن، توزيع، غناء، ميكس، ديجيتال ماسترينج، وهنشرح بقى واحدة واحدة. بيجي كلمات، راجل الشعر الجميل بيمسك الورقة أو الوورد فايل أو بيمسك الموبايل أو أي حاجة ويبدأ يكتب بقى الأبيات، هات الدكتور عشان يخيط قلبه جامد إبراهيم أو وات إيفر، يعني يكتب إيه. طبعا بقى بيراعي بقى بحور الشعر والوزن والقافية وكده، محدش بيلتزم قوي بالكلام ده دلوقتي، ولكن في ناس طبعا أساتذة كبار وناس قيمة وقامة موجودين، وبيبدأ يحضر كلمات الأغنية. نيجي بقى للملحن. الملحن ده ايه الفرق بينه وبين الموزع؟ عشان برضو ده لغز عند الناس، انا مش فاهم ليه، بس هنحاول نبسطه. وفي حلقه تانية ان شاء الله هنشرح فيها التوزيع الموسيقي وهندسه الصوت بشكل يعني احترافي وبشكل دقيق جدا. ولكن هو سريعا، الملحن دوره في العمليه انه بياخد الكلام ده بينغمه، بيخليه منغم، بيخليه لي لحن، مش بيعمل المزيكا. هو مش مسؤول عن الآلات الموسيقية، هو مش مسؤول عن مين هيعزف ايه او مين هيلعب ايه او الجيتار هيلعب ازاي. هو دوره الوحيد ان لو قدامه مثلا كلمات اغنية زي على بالي ولا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة مش عارف ايه، بيروح يخليها على بالي ولا انت داري باللي جرالي. ده دور الملحن، ان هو بياخد الكلمات وبيخلي ليها لحن، بيخلي ليها نغمة، بيخلي الأغنية دي ليها نغمات يغنيها المطرب. نيجي بقى للموزع الموسيقي. مين بقى الموزع الموسيقي ده؟ هل ده واحد بينزل يوزع المزيكا يعني زي الواد بتاع حضرموت اللي هو بيرمي البتاع في عين الناس اللي ماشيه في الشارع؟ اكيد لا، يعني هو مش دوره خالص ان هو يوزع. الموزع الموسيقي هو دوره ان هو بيوزع اللحن على العازفين. يعني ايه برضو الجملة دي عشان الناس اللي مش فاهمة؟ انا دلوقتي عندي لحن، اللحن ده بقول للكمانجات العبوا الجملة دي، بقول للجيتارات العبوا الجملة دي، بقول للإيقاع العب بالستايل الفلاني. طيب التوزيع الموسيقي ده مر بمراحل كبيرة جدا وشكله اتغير على مر العصور. زمان وخاصة يعني في الوطن العربي كان في حاجة اسمها توزيع آلي وتوزيع أوركسترالي. التوزيع الآلي ده ان انا بقول لكل الالات العبوا نفس الميلودي، نفس اللحن، نفس الجمل اللحنيه. فمثلا لو سمعت اغاني الفنانه طبعا الكبيره، الرمز الكبير، الفنانه ام كلثوم، هتلاقي ان كل الالات بتلعب نفس المزيكا، بتلعب نفس الجمل اللحنيه. لكن لو سمعت مزيكه مثلا علي اسماعيل او مزيكه اندريا رايدر، اسمع الشغل بتاع فرقه رضا، هتلاقي انه حسيات بتقول جمل، الوتريات او اللي هي الكمانجات والتشيلو والكلام ده بتقول جمل، دول مع بعض بيعملوا حاجه اسمها هارموني او بيعملوا تناغم. فهو عشان كده اسمه توزيع اوركسترالي، لان ده بيلعب جمله وده بيلعب جمله وده بيلعب جمله، هي الحان ملهاش علاقه ببعض بس بينها تناغم وبينها هارموني، فبالتالي هو ده التوزيع الاوركسترالي. بعد كده وصلنا لمرحله اسمها مرحله الجنرال ميدي. الجنرال ميدي دي نوع من التكنولوجيا خلى بقى الأصوات بتاعت الآلات الموسيقية ليها كود موجود على الكيبورد أو على الأورج، ومع التطور بقى موجود في الكمبيوتر. والأصوات اتقسمت لحاجتين، حاجة اسمها سامبلر وحاجة اسمها سينثيسايزر. سامبلر جاء من كلمة سامبلينج، يعني فكرة ان انا مثلا بجيب العازف وبقول له امسك الجيتار والعب لي دو ري مي فا بإحساسه بطريقة عزفه، وبتبقى موجودة على برامج موجودة على الكمبيوتر. فانا من خلال حاجه اسمها ميدي كنترولر، هي عامله زي الاورج بس من غير سماعات، اللي هي كانت موجوده في حلقه شرح المقامات عندي، ده بتلعب بيه بتقدر تتحكم بالاصوات اللي جوه الكمبيوتر، فتقدر تلعب صوت الجيتار بالكيبورد ده او اللي هو الاورج اللي من غير سماعات ده اللي هو اسمه ميدي كنترولر، تقدر تلعب صوت الكمانجات، تقدر تلعب صوت الايقاعات وهكذا. فهو الموزع الموسيقي دلوقتي بقى بيعمل كده، بقى بيلعب كل الالات على البرنامج اللي هو بتاع الكمبيوتر، بس هي الذكاء والحرفه بقى بتاعه الموزع انه يختار اصوات وبرامج معينه تبقى اصواتها قريبه جدا من العزف اللايف، ويكون بيعرف يعزف بنفس احساس العازف بتاع الاله. اما بالنسبه لمصطلح سينثيسايزر فهي جايه من الفعل سينثيسايز يعني يخلق باللغه الانجليزيه، وهو بتبقى اصوات مخلقه، اصوات غريبه، ودي دايما بتستخدم في الاغاني الالكترو او بنستخدمها في الباك جراوند، بتبقى اصوات هي مش اله واضحه، مش اله معروفه، ولكن هي اصوات بتبدا تستخدمها عشان تبني حاجات تخدم عليك في الاغنيه او في المزيكا اللي انت بتعملها.
فزي ما احنا قلنا ان الموزع بيستخدم اصوات السامبلينج او اصوات الاصوات السينثيسايزد علشان يبدا يبني الاغنيه. بيبقى عنده برنامج، البرنامج ده بيبقى مالتي تراك، يعني برنامج مقسوم تراكات، بلعب تراك جيتار، بلعب تراك وات ايفر. طبعا انت بقى على حسب نوع المزيكا وعلى حسب انت خيالك ايه وعايز مزيكا عامله ازاي، ولازم يكون ده ليه بقى علاقه باللحن اللي اوريدي ملعوب. فانت بتلعب بقى الكوردات، اللي هي الكوردات دي برضه هنبقى نشرح لها، اللي هي المركبات اللحنيه اللي بتتلعب زي لما حد يمسك الجيتار كده او يلعب بالبيانو كده، دي بتبقى كوردات. بيلعب حاجه اسمها بادز بتبقى في الخلفيه، او على حسب برضه نوع المزيكا اللي هو عايز يوصلها. البيس هو اصلا اسمه باس جيتار، ولكن هم سموه بيس علشان هو يعتبر قاعده، هو حاجه اساسيه لازم تبقى موجوده في المزيكا. بيلعب الايقاع كل حاجه لوحدها، يعني الدم في تراك لوحده، التك في تراك لوحده، الهاي هاتس اللي هي بالبلدي بتقول عليها السكاسيك اللي بيلعبها في تراك لوحده، وهكذا. كل تراك من دول بيتلعب بحيث ان هم يخدموا بقى على اللحن اللي هو اوريدي كان معمول من الملحن. بعد ما بتعزف تراك تراك من دول، بتعمل لهم اكسبورت، او بتعمل لهم يعني بتخرجهم من البرنامج بتاع التوزيع في شكل ويف، يعني بتطلعهم بفورمات ويف، كل تراك منهم بتطلعه لوحده، وبيدخلوا على برنامج تاني اللي هو يعني في الاغلب هو في برنامج اسمه برو تولز، ده يعتبر يعني اللي معظم استوديوهات العالم بتشتغل بيه. وبتبدا عمليه ان المطرب بيسجل صوته على الاغنيه اللي موجوده او على الموسيقى اللي موجوده، وببدا كمان بقى اشوف انا محتاج عازفين لايف يلعبوا ايه. يعني انا بعد ما عملت المزيكا ساعات برضو مهما كانت حرفيتي كموزع ومهما كانت جودة الأصوات اللي أنا بلعب بيها، أنا محتاج إحساس العازف، محتاج إحساس الكمنجاتي وهو بيلعب، محتاج إحساس الجيتاريست في الكوردات وهكذا. فببدأ أجيب العازفين اللايف، وطبعا المطرب بيغني بقى الغنى الفاينل بتاعه، ولو هيغني كورال بيروح مغني الكورال، وبرضو الكورال أو الفوكل بيتغنى. هي الناس بتبقى مش فاهمة اللي هو نفس الإفيب اللي هو بتاع دي مش نسوان دومي بس مكررين صوتها، لا هو الموضوع مش كده. هو الفكرة إن باخد الجزء اللي المفروض يتغنى وبسجله من 8 ل 16 مره بتفعيلاته بتحويلاته. في حاجات بتبقى اسمها هارموني في اللحن، ان انا بغني حاجه اسمها الثالثه والخامسه بتاعه الغنى الاساسي علشان يطلع كاني في ناس كتير جدا مغنيين، والموضوع ده بيتقسم على السماعتين في الميكس عشان يبقى باين ان كان في فرقه واقفه بتغني ورا المطرب. نيجي بقى بعد كده بعد ما خلصنا التوزيع والتسجيل بنيجي لعمليه الميكساج. عمليه الميكساج دي هي عباره عن ايه؟ انا بمسك التراكات وببدا اظبط الليفلز بتاعتها، ببدا اظبط مستويات الصوت، ايه صوته اعلى من ايه، ايه محتاج يتحط عليه ريفيرب اللي هو حاجه عامله زي الايكو، ايه محتاج عليه ديلي، الصوت ده محتاج يتشال منه ايه، ده محتاج يتحط عليه ايه. دي عمليه الميكساج، ودي بيكون فيه بينها تنسيق بين الموزع الموسيقي وبين مهندس الصوت، لان الموزع بيبقى عامل زي مخرج العمل، هو عنده رؤيه معينه اللي هو لا انا عايزك هنا تعلي لي صوت الايقاع، لا انا عايزك هنا تعلي لي صوت كذا، لا الاله دي انا عايزها ونس، انا عايزه وهو بيعزف هنا يعزف بالطريقه الفلانيه. يعني هو الموزع يعتبر مخرج العرض او مخرج الفيلم بالنسبة للأغنية، ومهندس الصوت هو بيبقى مسؤول عن ان هو هندسيا يطلع الحاجات مظبوطة، وفي نفس الوقت يوصل رؤية الموزع في ان ايه يتحط فين، والموسيقى يبقى شكلها كأوتبوت نهائي عامل ازاي. نيجي بقى العملية الأخيرة اللي هي عملية الديجيتال ماسترينج. الديجيتال ماسترينج ده حاجة ظهرت يعني من فترة مش كبيرة، وهي فكرة ان انا ببدأ اتعامل، احنا قلنا ان بيبقى كل تراك لوحده وكل تراك بظبط الليفل بتاعه عشان اعمل ميكساج او اعمل مزج بين التراكات دي. الديجيتال ماسترينج انا بتعامل مع كل التراكات دي كأنها تراك واحد، فانا بحط عليهم تراك واحد، التراك ده لو حطيت عليه اي حاجة بتأبلاي الإفكت او المؤثر اللي عليها بيأثر على بقية التراكات دي. يعني كأن انا في تراك، عشان كده هو اسمه ماستر، هو بيتحكم في كل التراكات التانية. ده بقى اللي بيضمن ان الاغنية تبقى صالحة هندسيا، ان الاغنية تطلع مظبوطة، انا الاغنية بشكل عام عايز اعلي البيس بتاعها، عايز اقلل البيس بتاعها. وبيبقى في حاجة اسمها دايناميك رينج. الدايناميك رينج ده اللي هو المدى الصوتي، هو الصوت بيبقى مقسوم بيس اللي هو اللو فريكوينسيز او الترددات المنخفضه، بعدين في حاجه اسمها لو ميد الترددات المتوسطه المنخفضه، بعدين في حاجه اسمها ميد رينج اللي هي او ميد رينج اللي هي الترددات المتوسطه، بعدين في الهاي ميد اللي هي الترددات المتوسطه المرتفعه، وفي الهاي فريكوينسيز اللي هي الترددات المرتفعه. ببدا بقى يبقى في توافق بين الترددات دي كلها بحيث ان الاغنيه تبقى هندسيا صالحه وتبقى هندسيا منطقيه ان انت تسمعها، ولا يبقى البيس عالي قوي ولا يبقى ده عالي قوي. وهو مهندس الصوت او الشخص اللي بيعمل ماسترنج في الاخر هو بيبقى عايز
يسمعك الاغنيه ساده، يعني انت لو سمعتها على الموبايل تبقى مش فاقد اي حاجه من اللي حاصل في المزيكا، لو سمعتها على تلفزيون نفس القصه، لو سمعتها على عربيه بساب ووفر صوته وفيه بيز عالي جدا تبقى برضو الاغنيه مش متاثره بشكل كبير. فهو بيقدم لك الموضوع ساده وانت بقى تلعب زي ما انت عايز على حسب انت بتسمعها على ايه. في النهايه بقى الاغنيه بتقدم بارده، انت بقى كده خلصت كل حاجه، بتبدا تقدم الاغنيه بقى للناس ويسمعوها بالشكل اللي يحبوه، وبكده تكون الاغنيه اتنفذت بشكل كامل، ويكون بقى الراجل الشاعر والملحن والموزع ومهندس الصوت خلصوا شغلهم، والمطرب يكون زي الفل ونجح ان شاء الله، والناس كلها قبضت واتبسطت. وبص حبيبي اعمل كده وببعت لي الاغنيه دي عشان احللها لك، واعمل لك برنامج عشان ابطلك بقى، ها اعمل لك حلقه مخصوص ليك انت عشان الاغنيه اللي انت عملتها دي. ها يلا سلام عليكم.